السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. قال الله تعالى في التنزيل الحكيم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي السنة المطهرة أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ما تعريف النفاق وما خصائص المنافقين وسماتهم؟ وكيف عالجت الشريعة الإسلامية هذه الظاهرة؟ هذه محاور الحديث من حلقة اليوم الذي يأتيكم بعد هنيها. موضوع حلقة اليوم نضعه على طاولة الحوار مع ضيفنا الأستاذ رياض شعيلي صاكي، عضو هيئة علماء ليبيا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ. حياكم الله أستاذنا، الله يحفظكم. النفاق يعني يعرف أو يعرف عادة يعني في الشائع، في المفهوم الشائع بين الناس، أنه هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. هل النفاق بهذه القضية أم أنه أعم وأشمل وقضية شائكة أكثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. أهلا بكم. الحديث حقيقة عن النفاق حديث شائك، يبدأ في الحقيقة بالسؤال: لماذا الحديث ابتداء عن النفاق؟ لكن دعنا الآن يعني ندخل في تعريف النفاق بناء على سؤالكم. النفاق في اللغة تكلموا عليه أهل العلم بأنه أصله إما من النفق، وكون أنه المنافق كأنه يدخل في مكان مظلم يتخفى فيه، أو قالوا أنه من النافقة، وقالوا هذا جحر اليربوع يكون فيه جهتين، جهة هي مدخله وجهة أخرى لا تظهر أنها مفتوحة لكنه يخرج منها في حال الطوارئ. لذلك حتى أهل اللغة لما تكلموا على معنى النفاق الشرعي نفسه ربطوه بالمعنى الاصطلاحي، فقالوا أن النفاق كأنه المنافق يدخل إلى الإيمان من جهة ويخرج من جهة أخرى، فهو يظهر الإيمان للناس على سبيل التوقي، كما قال الله عز وجل أنهم يعني يظهرون الإيمان على سبيل التقية وعلى سبيل حماية أنفسهم، على يعني يؤمنون ظاهرا لكنهم يبطنون الكفر باطنا. فهذا من حيث المعنى اللغوي. الاصطلاح الشرعي أيضا يشمل هذا المعنى من حيث الأصل، وهو أنه المنافق يؤمن ظاهرا لكنه يبطن الكفر باطنا، وبعضهم يقول أنه يؤمن أو يظهر الإيمان ظاهرا لكنه يعتريه الشك في كثير من محكمات الشريعة وفي كثير من مسائل الشريعة التي ينبغي ألا يشك فيها، أو أنه أحيانا يعتريه بغض لأحكام الشريعة فيدخله في باب النفاق الباطن. والأصل أن النفاق شيء باطل لا نطلع عليه، لذلك أحكام المنافق في الدنيا هو أحكام المسلمين، لكنه قد يأخذ أحكام الكفار في بعض الصور إذا يعني أظهر. لذلك بعض أهل العلم قالوا أن المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم، لذلك جعلوا في الشريعة وفي الفقه أحكام للزنديق، فمنها مثلا هل تقبل استتابته، هل كذا، ففرعوا على هذا الحديث عن الزنديق تفريعا عن الكلام على المنافق. لكن النفاق كما تفضلتم هو أشمل من هذا المعنى، يعني بمعنى أنه النفاق فيه نوع من أحيانا الغلو، يعني حتى من الناحية الاجتماعية الغلو في المجاملة قد يدخل الإنسان في النفاق. لذلك حتى أهل العلم تكلموا عن الفرق حتى شرعيا بين المداهنة وبين المدارعة. هذا ربما يكون أستاذ رياض مرتبطا بالسمات والخصائص التي سنتحدث عنها في مرحلة متقدمة من هذه الحلقة، لكن الآن يعني أريد أن أسألك عن النفاق من حيث كونه ظاهرة، هل هو مرتبط بالخصائص النفسية للإنسان بمعنى أنه جبلة في الإنسان توصله إلى النفاق، أم أنه قضية مكتسبة بحسب الظروف والحياة والمجتمع الذي يعيش فيه؟ الحقيقة توصيف الآيات أن النفاق مرض، يعني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فوصف بأن توصيفه مرض يعني أنه يكتسب في الغالب من واقع البيئة التي يعيشها الإنسان، ف
تنمو فيه ابتداء من تربيته، مثل جوانب يعني احيانا ضعف شخصيه الانسان قد تودي به الى هذا المعنى فتجعله يجامل مثلا زياده، احيانا الضغوط التي تقع عليه، وغالبا مثلا النفاق يقع في المواطن التي يشعر فيها الانسان بالاستضعاف. لذلك حتى يعني نشأ، إذا تكلمنا على أصل النفاق مثلا نجده نشأ في المدينة ولم ينشأ في مكة، مع أنه أهل مكة كان أهل الإيمان يضطهدون لكنهم كانوا غير مضطرين للإيمان وإظهاره، بالتالي من آمن منهم مستعد هو لدفع الضريبة، بينما في المدينة كثير منهم آمن بعد أن توجه الأمر كما قال عبد الله بن أبي بن سلول. يعني عبد الله بن أبي بن سلول إلى تقريبا غزوة بدر وهو لا زال على كفره، لكن لما ظهرت قوة المسلمين في المدينة قال لأصحابه هذا أمر قد توجه ولا سبيل فيه إلا بالدخول فيه، أو كلمة نحو أنه الإنسان أنه الآن خلاص الأمر قد أخذ سبيله واستبانت قوته، فليس لنا حل إلا أن نعمل من داخله. لذلك النفاق ينشأ من هذا المعنى، أحيانا أيضا ينشأ من مطامع الإنسان، وهذه صورة أيضا يمثلها عبد الله بن أبي بن سلول. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض سادة المدينة يشتكي منه عبد الله بن أبي، فقال يا رسول الله ارفق به، فإن الله عز وجل عندما أتى بك إلى المدينة كنا ننظم له الخرز لنتوجه ملكا، أو كلمة، فهو تكلم أنه عبد الله بن أبي شرق، أو أنه كأنه تأسف على الملك الذي كان له، فطمعه هذا في الملك جعله يكره هذا الدين جملة فلا يؤمن به. فأحيانا كما ذكرنا أحيانا هو مرض، والمرض فصله أهل العلم قد يكون مرض شبهة، بمعنى أنه لا تتضح له المسائل بشكل صحيح، أو مرض شهوة بمعنى سواء رغبة في السلطة أو الشهوات المتعددة أحيانا قد تودي بالإنسان إلى النفاق. مرض آخر يتعلق أحيانا كما ذكرنا بضعف شخصية الإنسان وعدم قدرته على التكيف أحيانا، فيقع تحت ضغوط فيماري أو يجامل من هو أقوى منه. ولذلك دائما هذه الأمراض تنشأ في الأجواء الاستبدادية أو الحكومات الظالمة، فتدعو الإنسان إلى يعني كثرة المجاملة والنفاق. هذا بالرغم من ظهور الإسلام في المدينة المنورة وقوة المسلمين، إلا أن نسبة المنافقين كانت محدودة. يعني في إحدى الخطب النبي صلى الله عليه وسلم حدد 36 منافقا وسماهم بالاسم، قال يا فلان قف يا فلان قف وهكذا. يعني بما تفسر يعني تضاؤل هذه النسبة في العهد النبوي، وما ملابسات ظهور المنافقين في ذلك الوقت؟ لا، هو الحقيقة التعداد يعني ليس المنافقين في الحقيقة كانوا أكثر من ذلك بكثير، بدليل أنه في غزوة أحد لما عبد الله بن أبي بن سلول انخذل بالجيش انخذل بثلث الجيش، فأنت تتكلم على 300 شخص تركوا النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، فهذا يدل على أنه العدد ليس هذا، لكن أحوال المنافقين كانوا بهذه الصورة. هناك من أطلعهم رؤوس النفاق ربما 36، لا ليس فقط، هناك من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهم، ومن هؤلاء مثلا من حاولوا قتله في مرجعه من تبوك، هؤلاء سموا بالاسم، وكان ممن اطلع عليهم حذيفة رضي الله عنه، لذلك كان يقال عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بهؤلاء، لأنه أو بالأحرى كان ممن رآهم ثم أكد له النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم. قصة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك أرادوا أن يضايقوه في العقبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه نادى في أصحابه أنه سيمر من العقبة فلا يمر منها أحد، فمر هؤلاء وحاولوا أن يسقطوه من هذا المكان الضيق، فكانت محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فممن رآهم حذيفة رضي الله عنه، وكان أيضا معه عمار، لأن حذيفة كان سائق النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في قبل يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق ناقته، وعمار كان خلفه، فشاهدوا عدد من هؤلاء. فاللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد هؤلاء من ظهرت سماهم للناس و
أراد الله عز وجل أن يفضحهم، لكن في الحقيقة هم أكثر من ذلك كما ذكرنا، هؤلاء 300. وسورة التوبة التي هي سورة الفاضحة هي ذاتها تكلمت على منهم، يعني حتى أنها كما قال ابن عباس حتى أنها لم تترك منهم أحد، فمنهم هؤلاء تتكلم على صفات وسمات لأشخاص. فلو عددنا هذه السمات سنجد أنها هي ذاتها أكثر من 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 هذا العدد. ففي الجملة النفاق في النبي صلى الله عليه وسلم كان، أو عفوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير، وكان له ثقل، وكان أيضا له أثر، لذلك حتى في التشويش على الدعوة كان له دور كبير. عبد الله بن أبي بن سلول يعني كان وراء حادثة الإفك، وربما يأتي الحديث عنها كيف أثرت في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي بن سلول كان وراء لا يخرجن الأعز منها الأدل، وكيف أيضا كذا كما قد ذكرنا المنافقين كانوا وراء محاولة، هذه المحاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في بيت سويلم اليهودي يحاولون تطبيط الصحابة في غزوة تبوك، هؤلاء الذين حرق النبي عليه الصلاة والسلام عليهم البيت، كانوا وراء إنشاء مسجد الضرار، وهو أيضا كان مؤسسة في ذلك الوقت كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حاد الله ورسوله. فكان هذه المؤسسة كانت لها أدوار أربعة، فهي ابتداء كفر بالله عز وجل، كانت مضارة بمعنى إضرار بالمجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، كانت محادة لهذه الدعوة، وكانت حرب عليها، وإرصاد لمن حارب، بمعنى أن هي مكان للتجمع ومكان للتآمر ومكان لاستقبال أيضا من يأتي من الخارج من أجل يعني وضع المخططات وكذا. وهذه تعطينا انطباع أن النفاق لا يقوم إلا على قائم الشياطين، إذا خلوا إلى شياطينهم. طبعا كثير من العلم يرون أن هؤلاء هم اليهود، لكن كما أشرنا في البداية أن المنافق لضعف شخصيته فهو دائما أداة لغيره، هناك دائما من يشتغل في الظل ويحرك يعني هؤلاء المنافقين في المجتمعات، أو هؤلاء المنافقون في المجتمعات من أجل يعني الإضرار بالمجتمع، من أجل يعني الكيد له. نعم، يعني ربما يعني لابد من الحديث عن صفاتهم وخصائصهم في الأقوال والأفعال، هذا بعد قليل إن شاء الله. وقفة قصيرة تتبعه عودة لمتابعة الحوار. أسعدكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامج مقاصد، ونحن نبحث موضوع النفاق والمنافقين مع ضيفنا الأستاذ رياض الشعيلي الصاكي. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أستاذ رياض. هل يحمل المنافقون صفات وخصائص محددة لا تتغير ولا تتبدل، أم أنها مرنة بحسب الزمان والمكان؟ هو لا شك لهم سمات يعني تعتبر مميزة تنطلق من أخلاقهم الأصلية، وهي مثلا الكذب، الخيانة، التحايل، الإظهار ما لا يبطن، التخفي، إنها كلها تنطلق من الحفاظ على شخصياتهم. طبعا هي صفاتهم كثيرة، أنا أمامي الآن أكثر من يعني 47 صفة لو نستعرضهم كلهم، قد يعني نذكر أهمها. يعني فأول صفاتهم مثلا الكذب، سواء في النفاق، هذا في النفاق الأكبر أو في النفاق الأصغر. نحن ربما فاتنا أن نذكر أن النفاق نفسه في الشريعة ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نفاق أكبر وهو الذي يخرج الإنسان من الملة، يعتبر من نوع نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ونفاق آخر يعني يكون في المسلم ويعني تكون فيه جملة من الصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، فذكر: إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر. آية يعني
أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فذكروا مثلا من السمات العامة في المنافق، أول شيء هو الكذب، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا حدث كذب أو كذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فهم في الحقيقة يكذبون حتى في أصل إيمانهم. لذلك قالوا المنافق الأكبر هو الذي يعني يكذب في أصل انتمائه لهذا الدين، بينما صفة الكذب الأخرى تكون في قضايا أخرى أخف من هذا، لذلك لا يدخل فيها، لا يكون فيها المنافق منافقا أكبر. الأمر الثاني مثلا من الصفات التي يتصف بها المنافقون: يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهي مسألة الخداع، وهو أيضا ينطلق من تعريفهم وهو إظهار ما لا يبطنون. فهم في الحقيقة يعني ذكروا حتى في سبب نزول هذه الآيات أن عبد الله بن أبي بن سلول مر عليه مثلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكلما جاء أو مر أبو بكر فقال: هذا صديق النبي، يعني صديق الأمة، هذا صاحب رسول الله في الغار، فصار يثني على أبو بكر الصديق. فلما ذهب قال: إذا رأيتموهم فقولوا مثل هذا. فهو في الحقيقة يعني يقول هذا على سبيل الإظهار الولاء الكاذب من أجل أن يعني ينتمي لهذا المجتمع. من مثلا صفات المنافقين التي مثلا نشير إليها في الحقيقة بشكل سريع، مثلا أنهم يدعون الإصلاح وهم مفسدون، يعني كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. في الآية الأخرى، وهذه أيضا فيها سمات ظاهرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فهو ابتداء يقول القول الصحيح الصالح الذي يعجب الناس، لذلك قالوا أنه جاء في مسند الإمام أحمد أنه أكثر أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ومنافق عليم اللسان قديما كانوا أهل العلم يتكلموا مثلا بالدرجة الأولى على من مثلا على من تزيى بزي علماء الشريعة وأضل الناس عن دينهم. لكن اليوم ربما منافقي يعني المنافق عليم اللسان صار له صور أخرى، الإعلامي الكاذب، أو أيضا قد يكون صورة من منافق عليم اللسان. أيضا أنه ويشهد الله على ما في قلبي، فهم يشهدون على صدق، يعني يشهدون الله عز وجل على أمور وهم في الحقيقة يعلمون كذبا. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صفة أخرى: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها هلك الحرث والنسل. الصفة الثالثة أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل نصيحة إن أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. من الصفات أيضا من الآيات التي أوردت هذا المعنى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. هنا العلماء فرقوا بين والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، قالوا قامت عندهم ولاية الدين، فهم يتناصحون ويتناصرون بناء على هذه العقل. لكن هؤلاء بعضهم من بعض، معنى أنهم من جنس واحد، بالتالي هم يعني يتعاونون في باطلهم ولا يوقفهم شيء. فهذا أشبه بلقاء التشاكل والتجانس، بعضهم من بعض. ثم قال: يأمرون بالمنكر، وهذه أيضا صفة، أنهم يأمرون بما نهى الله عز وجل عنه وينهون عما أمر الله عز وجل به. فمن مثلا من هذه الصور مثلا أنهم مثلا يأمرون أصحابهم وإخوانهم مثلا ألا ينفروا في مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تنفروا في الحرب. فهم ليسوا فقط يمتنعون مثلا عن الفعل، بل يحاولون منع غيرهم، وأحيانا يمنعون غيره عن طريق الاستهزاء. مثلا قول الله عز وجل لما تكلم على الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، فهم الآن يعملون نوع من الدعاية لإبطال فعل الطاعة وهي الصدقة. فهم من جهة وصفهم الله في الآية نفسها يقبضون أيديهم، الآية التي كنا في صددها، بمعنى أنهم يمتنعون عن الإنفاق، ثم هم يحاولون أيضا أن يمنعوا المجتمع الآخر عن الإنفاق. وذكروا أن مثلا يعني عبد الرحمن بن عوف كان تصدق ب4000 درهم، وصحابي آخر تصدق ب100 وسق من الطعام وكذا. ثم جاء قالوا هذا يعني إنهم يراؤون، يعني فعلهم هذا يفعلون
على سبيل الرياء. ثم جاء رجل آخر من الصحابة ضعيف الحال، كان يؤاجر نفسه كما قال ابن مسعود في الحديث الصحيح، قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الصدقة كنا نؤاجر، أي نعمل بالأجرة من أجل أن نتصدق. فمن هؤلاء الصحابة رجل آجر نفسه أو اشتغل على صاعين من الطعام، ف أو جاء بصاع وأبقى لنفسه صاعا، فقال إن الله عز وجل غني عن نفقة هذا. فهم من جهة أخرى يعني، لكن قبل معذرة يعني أستاذ رياض، يعني ذكرت نقاطا مهمة تستحق التعليق أو البيان. يعني قبل أن تكمل حديث الصفات، هل المنافقون كانوا على عهد النبي فقط مقتصرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنهم امتدوا إلى ما بعده؟ لا بالعكس، النفاق هذا مستمر، بل حذيفة رضي الله عنه ذكر أنه النفاق اليوم أسوأ، يتكلم على ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أسوأ من النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون واليوم يظهرون، وهذا أثر ذكره. هل هذا يتحول إلى ردة أم يبقى نفاقا إذا أظهروه؟ ما أحيانا يظهرونه في لحن القول، يعني الآن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال ليخرجن الأعز منها الأذل، في الحقيقة الكلمة كلمة كفر، لأنه يعرض بأن النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أذل من هذا، أنه هو. لكن ما الذي نفى عنه الحكم؟ ابتداء أنه أنكر المقالة، ثم إنه تكلم كلاما عاما، هذا تعريض، يعني لم يقل بعيد أن فلان هو الذليل وأنا سأخرجه، لو قال هذا لوقع في التهمة بشكل كامل. لكن لما يستطيع أن يقول أنا قلت يخرجن الأعز وأنت يا رسول الله الأعز وغيرك الأذل. لكن أستاذ رياض، يعني في عهد النبوة وحتى في عهد الخلافة الراشدة والعباسية كان الإسلام عزيزا وحاكما ومهيمنا، فربما يكون هذا مبررا لظهور النفاق. أما في مثلا في مثل هذه العصور، إلى أي مدى يمكن أن ينطبق هذا القول أنه هناك منافقون الآن، خصوصا وأن الإسلام لا سيادة له ولا رمحة ولا سنة ولا مخلب كما يقال؟ نعم، لكنه له سطوة في الاسم. هذه أنت تذكرني بكلمة واحد من البحات تكلم على يعني الفرق بين المستشرقين مثلا من كتاب الغرب الذين يهاجمون الإسلام صراحة، لكنهم يؤمنون أنهم ليسوا مسلم، يعني يقرون أنهم ليسوا مسلم، بل إنهم يهاجمون أديانهم النصرانية واليهودية، فإذا عتب أحدهم قال أنه لا يؤمن بهذه الديانات. قال لكن تلاميذهم اللي هم أولادنا اليوم ممن يتكلمون بألسنتنا، تجده مثلا يهاجم الإسلام في ثوابته، فيتكلم أحيانا عن الوحي ويرى أنه الوحي خالطه، كما قال بعضهم قال أو كما قال أحدهم قال القرآن خالطه كلام البشر، وهذا يعني شخص معاصر. يعني هل هذا يبقى منافقا أم يكفر بهذا الكلام؟ ما نحن نتكلم الآن أنه هؤلاء إذا خوطبوا بأنه هذا رأوا هذا الكلام يدخله في الردة، يقول لا أنا مسلم، لماذا تخرجني عن الدين؟ أنا أتكلم على منظورهم هم. خلينا من قضية الآن الأحكام الشرعية، خاصة أنت الآن أيضا أنت تتعامل كما ذكرت الإسلام ليس له مخلب وليس له دولة، بالتالي ليس له قضاء، فمن الذي سيحكم ومن الذي سيأتي بالبينات ومن الذي سيضع هذا الأمر موضع التنفيذ، ومن الذي بل حتى من حكم عليهم من مثلا وقعت عليهم فتوى مثل فتاوى الأزهر وكذا أخذوا وهربوا إلى دول الغرب ومكن لهم في دولهم. أستاذ رياض، أنا لا أتحدث عن القضاء، أتحدث عن الحكم، عن الفتوى شيء والقضاء شيء آخر. يعني هذا الذي يقول مثلا أن هذا القرآن الوحي هو دخل فيه كلام البشر، هذا فيه مخالفة لصريح القرآن، ألا صحيح. يعتبر بهذا كافرا من غير الحكم أنه يقتل أو لا يقتل؟ هذا أمر آخر يحتاج إلى قضاء وإلى دولة إسلامية وإلى إمام ربما، لكن من حيث الحكم الشرعي أليس يعتبر هذا مثلا خرج من ربقة الإسلام؟ نعم، ولم يعد منافقا. هم لذلك العلماء قالوا أنه من يعني اتهم بالزندقة وهو إبطان الكفر، يعني إذا تمكن منه قبل أن يعني إذا أمسك قبل أن يصرح يعني قد تقبل توبته، لكن الإنسان الذي ظاهره الإسلام ثم يظهر الكفر قبل أن تقع عليه يعني أو نطلع نحن من أقواله ومن أفعاله على كفر لم نكن نعلمه، يصبح حكمه الآن حكم المرتد، بل قد يكون أسوأ وأشد من المرتد، لأن المرتد يستتاب. إذن هذا لكن هذا قد لا يستتاب إذا أخذ حكم الزنديق. هذا يقتضي أنه ربما الآن لا وجود للنفاق، لأن الإسلام ليس الآن عزيزا ولا حاكما، فبالتالي لا داعي لأن يبطن الكفر، إما يظهر الكفر وإما يبقى مؤمنا مسلما.
هل هذا الكلام ده نريد ان نعالجه حتى نبين ما يحصل في العالم الاسلامي اليوم استاذ رياض؟ ما هو زي ما ذكرت لك الان الاشكاليه انه العالم الاسلامي تموج فيه تيارات كثيره. ايضا التاويلات قد تكون ايضا كثيره. المجتمعات نفسها احيانا صارت لا تقبل من الاحكام ما كانت تقبله سابقا. أهل الذكر نفسهم والعلماء وطلبة العلم والمفتين قد لا يستطيعون الآن التصريح بما كانوا يصرحون به من قبل، نتيجة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لا هدمت أو لا أعدت بناء الكعبة. أحيانا بعض الكلمات نتيجة الحملة عليها قد يصعب على الإنسان أنه يوضحها دون أن تثير إشكالات عند عامة الناس أو أحيانا عند المتعلمين فضلا عن العامة. فمسألة أنه مثلا التحسس الآن من كلمة أنه هذا مسألة الإسلام والكفر أصبح كل من يتكلم على أحكام الشريعة في الكفر يتهم بأنه يعني أخذ مأخذ التكفير وأخذ مأخذ الخوارج وانحرف عن كذا. أيضا اتهم بأنه يعني يعتبر نفسه وصيا على الناس وحاكما عليهم ويتحدث يعني من نظرة فوقية وأنه هو الصالح وهم الطالحون. فهذه كلها موجودة يعني في أذهان الناس. هذه تحتاج إلى أن ابتداء أن يعي الناس من هو المنافق. لكن احنا لابد أن نعود من هو المنافق في الشريعة، ثم نأتي لسؤال آخر، من هو الذي يمكن أن يكون له صورة المنافق اليوم؟ هذا السؤال يعني يقودنا إلى أن أسألك عن هل صفات المنافق تتمثل في منافقين في أقوالهم وأفعالهم أم تنسحب على وترشح في تصوراتهم الفكرية في أفكارهم؟ لا شك أنه الأمر يتعلق بها كلها، بل لما نتكلم على النفاق العقدي هو في الحقيقة يتكلم على عقائد، يتكلم على أفكار. الأقوال والأفعال في الغالب يكون من قبيل النفاق القولي أو العملي، لكن النفاق الفكري هو يعني كما نقول هو محور النقاش. يعني قديما لم يعاني المسلمين من المنافقين نفاق أصغر، باعتبار أنه هذا عامة الناس، يعني تقع منهم الكذبة والكذيبة، يقع منهم الإخلاف في العهد ولو مرات، يقع منهم يعني أمور تحدث هذه الصفات التي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع، بمعنى أنه قد لا يخلو منها شخص في الجملة يعني بصورة عامة. لكن الذي عانت منه الأمة هو هذا، صورة النفاق العقدي أو النفاق الفكري. وهذه الآن تبدأ بمذاهب، يعني الآن نحن لما نتكلم على عبد الله بن سبأ كشخص أنشأ تيارا عقديا نعاني منه اليوم. هذا التيار العقدي عبد الله بن سبأ خرج من اليهودية ظاهرا وبقي عليها باطنا، ثم أظهر الإسلام وقاد حراك طويل جدا عريض تسبب في مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم أنشأ هذا التيار الباطني الذي نعاني منه إلى هذه الساعة. لما نأتي يعني لعبد الله بن سبأ، مشكلته ليست في أنه إذا وعد أخلف أو إذا أؤتمن خان، مشكلته أنه كان يهاجم ثوابت الشريعة، بدءا من الحديث عن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، بدءا من الطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بدءا في الطعن في الوحي والشريعة. ولذلك أهل العلم لما تكلموا حتى لماذا هذا التيار يطعن في الصحابة، هل لبغض الصحابة في ذواتهم؟ قالوا لا، لكنهم أرادوا بهذا الطعن أن يقطعوا الطريق للوصول إلى الشريعة. لذلك بعد أن قطعوا يعني أتباعهم عن سند الشريعة وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وهذه المسيرة المباركة التي تولاها أهل السنة بالسند الذي هو خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبدلوهم بالوضع وبالكذب وبالتقية وبكثير من المسميات التي تؤهل يعني رؤوس الضلالة هؤلاء أن يأخذوا أتباعهم حيث شاءوا. فالمستهدف في الحقيقة هو الشرع، هو الدين، هو الآية والحديث، هو فهم هذه الآيات والأحاديث. فإذا نعود أنه الإشكال مع عبد الله بن سبأ كان إشكالا
فكرياً. لما نأتي الآن للتيارات الموجودة اليوم، مثلاً تيار العلمنة أو تيار الحداثة أو تيار كذا أو هذه التيارات، لما تناقش صاحبها يحدثك عن الدين وأنه يعني يريد ديناً عصرياً وأنه ليس عنده مشكلة مع الدين في ذاته بل يقبله، لكنه لكن شرط أن يكون في علبة الكبريت لا لكنه يخرج منها. نعم، لكنه يرفض هذا الدين الأصولي النصي الجامد الذي على حياة الذي الناس. الذي يعني دعنا حتى من قضية أنه يهيمن على الحياة أو عدمها، هو يريد دينا على مزاجه. نعم. بمعنى لا يحكم شهواته ولا يقنن تحركاته حتى في شخصه، فضلا أن نقول على مستوى نظام دولة. ذكرت في مستهل الحلقة نقطة مهمة حقيقة أستاذ رياض، أريد أن أتوقف معها لو تشرحها لنا. قلت ربطت النفاق كما لو أنك ربطته في مستهل الحلقة بالمداهنة المجتمعية، هل ثمة علاقة أم أن هذه توصل إلى هذه أم العكس؟ نحن تكلمنا أن النفاق أعم من النفاق الشرعي، هناك نفاق يحمده الناس اليوم اللي يسموا فيه اليوم النفاق الاجتماعي، يعني كثير من الناس يراه أنه هو لا يفرقون بينه وبين الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي أنك أنت تكون عندك يعني مهارات في التعامل مع الناس، تحسن التعامل وتحسن التواصل مع الناس، تحسن التصرف في المواقف المختلفة، تقدم في وقت الإقدام وتحجم في وقت، هذا نوع من. لكن النفاق الاجتماعي هو أن الإنسان يقول خلاف الحقيقة فيقع في شيء سمينا احنا المداهنة. ذكرنا انه الشريعة فيه مداهنة وهناك مداراة. المداهنة انه الانسان يرضي الطرف الاخر بالباطل، يعني يرضيه على حساب قناعاته. هذه ملمح من ملامح النفاق. هل هذه ملمح من ملامح؟ هذا ملمح من ملامح النفاق بلا شك. بينما المداراة انك انت احيانا تسكت عن بعض الحق مثلا فلا تقوله، او تلطف عبارة الحق، فهذا مداراة. يعني بدل ما الانسان تواجهه بعيبه بشرط وجود الخطر، اذا على قول بشرط وجود الخطر على قول الحق صراحة. لا، احيانا حتى ليست الخطر، لكن مثلا قد تتعامل مع من تستحي منه فتداريه، تكلم بطريقة لا تحاول أن تجابهه مجابهة مباشرة. فالمداراة أعم من التقية. التقية هي التي تكون في حال الخوف، أما المداراة فتكون في التعامل مع الناس عامة. أحيانا لا تريد أنت أن تشتري عداوات مثلا، أحيانا تعاملك الاجتماعي يفرض عليك أنك أنت قد تسكت عن بعض عيوب الناس. فأنت لو الآن مثلا جارك تجابه بعيوبه، الموظف الذي معك تجابه بما ترى فيه كذا، مدير، فستجد أنك أنت تخسر كل الخطوط، يعني تنقطع أمامك كل السبل. لكن أنت تحتاج أحيانا أن تداري ولكنك لا تقع في المداهنة. لذلك قالوا أيضا من تعريفها، قالوا المداهنة أن يبذل الإنسان من دينه، لكن المداراة قد يبذل من دنياه. يعني الإنسان قد يتنازل على شيء من حقه، قد مثلا كذا، لكنها تتعلق بأمور تتعلق بالدنيا. لكن المداهنة أنه الإنسان قد يعني يقع مثلا في كذب، في قول غير الحقيقة، فربما يتنازل عن شيء من دينه من أجل إرضاء الآخرين. أسألك عن خطر النفاق على المجتمع المسلم، خطر النفاق والمنافقين على المجتمع المسلم، ما هذا الخطر الذي يتحقق في المجتمع المسلم أو عليه؟ النفاق يعني لا شك أنه كما ذكرنا، أنا مثلت لك مثلا بقصة عبد الله بن سبأ. النفاق ينشئ ابتداء تيارات تهدم المجتمعات من داخلها. لذلك قالوا لما ذكرنا لماذا نتكلم عن المنافقين، أهل العلم قالوا واحدة من مبررات أنه القرآن لما تكلم على المؤمن تكلم عليه في 4 آيات مثلا في بداية البقرة، لما تكلم على الكفار تكلم في على آيتين، لما جاء في المنافق فصل في 13 آية. قالوا السبب لأن المنافق موجود في مجتمع المسلمين، يعني يدل على عوراتهم، يطلع على عيوبهم، بالتالي لا نستطيع أن نخفي عنه يعني كثير من الأمور، بينما الكافر يعني بعيد عنه. ثم أيضا أن الكافر صريح العداوة، بينما المنافق يتخفى في عداوته، بل هو يظهر النصح ونصحه في الحقيقة فيه السم، يعني كما يقال يخفي السم في الدسم. خطورة النفاق أيضا أنه أحيانا يستعملها، كما ذكرت لك أنه دائما المنافق مستعمل، لابد له من شياطين يحركونه. الشياطين هؤلاء كما ذكرنا المفسرون قالوا قد يقصد بهم اليهود، لكن هو أشمل من هذا. اليهود قد يكونوا كذا، الدول اليوم مثلا
استعمال أو شراء الذمم اليوم قد يشترى من قبل دول، قد يشترى من قبل أشخاص، قد فيضر مثلا المؤسسات ويضر الدعوات ويضر مسيرة الخير في كل بلد. ونحن الآن نشهد يعني كثير من هذه الصور، أنه أحيانا تقام دعوات ينفق عليها ويغدق عليها من أجل أن تشوه دعوة أهل الخير مثلا. وربما أنتم في العراق وفي كثير من بلدان المسلمين لما نعتوا لصنيعة داعش، هل هي فعلا يعني حركة أو دعوة دينية مثلا فعلا أرادت صلاح الناس وأرادت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأرادت إقامة الحدود كما هي تعلن في الواقع، أم هي أيضا صنيعة من الصنائع لتشويه الدين ولي يعني إبعاد الناس عن دينهم ويعني تخويفهم من الإسلام؟ وهذه ايضا يعني من مخاطر النفاق. مخاطر النفاق ايضا كما اشرنا لانه مرض، فكونه مرض يجعل الانسان ابتداء لا يميز بين الحق والباطل. لذلك قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قالوا ان الانسان احيانا يطرا عليه هذا المرض فيصبح هو نفسه فعلا لا يميز بين الحق والباطل، يريد يبحث عن الحق فلا يجده، وربما يسلك مسالك الباطل دون ان يدري. وهذه ايضا خطورة. من أيضا خطورته على المجتمعات أنه من صفة المنافق أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فقد يكون المنافق بوق من الأبواق التي تنشر الفاحشة. وبعض الكتاب أيضا تكلم أنه ربما كثير من الشعارات التي منها مثلا تحرير المرأة وغيره، هو أحيانا القصد منها هذا الإفساد وإشاعة الشر في أو الفساد في الأمة، بدليل أنك أنت أحيانا لا تجد اهتمام بجوانب حريات أخرى قد تكون أولى، وتحدثني فقط عن كيف تخرج المرأة من بيتها وكيف ينبغي أن تلبس كذا ولا تلبس كذا وكيف تمنع من كذا ولا تمنع. فكل هذا الأمر يدل على أن الأمر له غرضه وله هدفه، وهو يعني إفساد هذه المرأة وليس تحريرها بالمعنى الذي يراد. أيضا من مثلا مخاطر أو من خطورة النفاق أنها قد تشيع كثير من الأخلاق الفاسدة. يعني ذكرنا أنه مثلا من صفات تهدم منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع المسلم. نعم، لذلك هي تشيع هذه الأخلاق فتهدم يعني منظومة القيم، ويعني تسير في اتجاه مضاد لمنظومة القيم التي بناها الإسلام من الصدق والأمانة ومحبة الخير للناس. نعم. غيرها من المعاني. عطفا على ما تفضلت به أستاذ رياض وهذه الخطر الكبير والآثار السلبية الكبيرة على المسلمين ومجتمعهم، هل يجوز في من علم نفاقه تعيينه والتشهير به بأنه منافق؟ الإشكالية تقع في قضية أنه كما ذكرت النفاق خفي، بالتالي أنك تعين شخص بأنه انطلاقا من معرفة الصفات التي تظهر في أفكاره وفي أقواله وأفعاله. ما احنا اشرنا انه الايه يعني تعرفن ولتعرفنهم في لحن القول، بمعنى انه قد يقولون كلمات تشتبه، فهذا الاشتباه قد لا يبيح لك ان تعين. فانت بين امرين، اما ان تقول هذا مسلم ظاهرا، واما انه هذا وقع في الكفر فيحكم عليه بها. انت قد تتكلم على ثقافه عامه، تقول انه هذا التيار يعني بهجومه على ثوابت الأمة يعتبر من أقصد جهة أخرى أستاذ رياض، مثلا حاكم لبلد مسلم يقتل الناس مثلا بكل أنواع الأسلحة، ثم يأتي من يؤيده، هل هذا يعتبر فيه شبهة من النفاق أم نفاق بين واضح مثلا، علما أن هذا الحاكم قد يكون ارتكب كل المحاذير التي يعني تتعارض مع قيم الإسلام ومع عقائد الإسلام، فهل الذي يؤيده هنا يعتبر منافقا عند المسلمين؟ أنا ذكرت لك أن العلماء تكلموا على أن المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم، والزنديق جعلوا له صفة أننا نطلع على أمور تدل على كفره، إما أنه مثلا يعتقد أو ينتمي إلى ديانات أخرى غير الإسلام ابتداء وأظهر الإسلام، أو أنه وقع في أمور توقعه في دائرة الكفر. كوننا قد نصف هذا بأنه منافق بمعنى أنه يداهن مستبدا، فهذا نتكلم فيه على النفاق العام الذي هو المداهنة في الباطل أو عدم الصدع بالحق أو كذا، لكننا لا نستطيع أن نصفه
بصفة النفاق الشرعي الذي هو النفاق الأكبر المخرج من الملة والذي تترتب عليه أحكام شرعية. قد نقول أنه من مثلا أيد ظالما فلا شك أنه وقع في بيع أو جزء من بيع دينه، قد يكون داهن في مواطن ينبغي أن لا يداهن فيها، قد يكون تخلف عن أمر شرعي لا ينبغي أن يتخلف عنه، قد يؤخر أيضا كما تفضلت أنه قد لا أقدمه أنا في الفتوى أو في مؤسسات الشرعية أو كذا لأنه ليس أهلا لذلك وأنه ليس أهلا لأن يقود مثل هذه المؤسسات. لذلك في الآية لما تكلم القرآن في أنه أن المسلمين منعوا المنافقين من أن يعني يغزو معهم غزوة أخرى في سورة الفتح. هذا لو أذنت لي أستاذ رياض، يعني هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح، يعني ربما أستكمله معك بعد الفاصل لو أذنت لي. يجب أن أذهب إلى فاصل، إليكم وقفة قصيرة ومن ثم العودة لاستكمال الحلقة. اهلا وسهلا بكم الى المحور الاخير من حلقه اليوم هذه مع ضيفنا دائما الدكتور رياض شعيلي صاكي. اهلا وسهلا بكم مره اخيره دكتور في هذه الحلقه. كنت تتحدث قبل ان نذهب الى الفاصل مضطرين عن موضوع اذا ما كان يجوز من الناحيه الشرعيه تعيين المنافق والتشهير به اذا ما علم انه منافق. والله اذا نظرنا الى التعامل الشرعي نجد انه النبي صلى الله عليه وسلم او القران نفسه قرر يعني في خروج المقاتلين معه قال لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا تعطينا معيار أنه الذي يثبت عليه صفات المنافق وإن لم نحكم عليه عينا لا ينبغي أن يتصدر. الجانب الآخر أنه هذه حتى في مفاهيم السياسة أنه من يقع منه الخلل بين قوسين لنقل ربما بعبارة أصرح الخيانة مرة، هذا قد يقع منه مرة أخرى أو على الأقل التذبذب والتردد. يعني الآية التي سطرت في غزوة أحد لما تكلم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، هؤلاء قوم عاهدوا الله عز وجل في غزوة أحد أو في غزوة بدر ألا يتخلفوا، ثم وقع منهم شيء من الخلل في غزوة الأحزاب. طبعا لا نرفعه لمستوى الخيانة باعتبار هؤلاء كانوا ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وصح إسلامهم، لكن وقع منهم نوع تردد في حدث معين. فهذه تعطينا انطباع أنه من يقع منه مثل هذه الأشياء إذا كنا على مستوى التردد التذبذب يقع هذا يتكرر منه، فكيف إذا كان الإنسان مثلا نجد في مستوى أعلى أنه مثلا يدل على عورات المسلمين أو يقع في لماذا سألتك يعني أستاذ رياض؟ لأنه هذا يترتب عليه مصلحة أو منفعة للمجتمع المسلم، يعني التشهير به وتعيينه يترتب على ذلك إسناد منصب له، هل يمكن إسناد المناصب للمنافقين أم مناصبا دون مناصب أخرى؟ أنا أعذرني، أنا عندما قلت تعيينه ظننت أنه وضعه في منصب لذلك تكلمت تعيينه على أقصد بالاسم وما يترتب على ذلك. أما تعيينه بالاسم الحكم عليه عينا كما ذكرنا، يعني قد نتكلم في العموم أنه هذا فيه من صفات المنافقين، والحديث واضح من كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فنحن نرى أنه مثلا كما ذكرنا في بداية الحديث من وقعت منه مداهنة للظلمة أو وقع منه تقصير في واجبات القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو انحاز إلى أهل الباطل في فترة، فهذا نقول من يفعل هذا الأصل فيه أنه فيه خصلة نفاق، والأصل فيه ألا يقدم وألا يعني يتاح له الفرص زي ما أشرنا للمنافقين اللي منعوا من القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقوبة لهم لأنهم تخلفوا في الخروج معه للعمرة. هذا كلام كان على الأعراب الذي قالوا بل تحسدوننا، يعني الآيات طويلة لا نريد الآن أن نقف عندها كثيرا، لكن أنه عوقبوا لأنهم لم يخرجوا وقت المخاطرة، لأن لما كانوا يذهبوا لما خرج أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحديبية في العمرة الأولى قالوا كثير من المنافقين يعني أنهم سيذهبون إلى التهلكة، يعني قريش كانت تأتي إلى المدينة لتقتلهم، ها هم يذهبوا ليس معهم إلا سلاح الراكب، يعني لم يكن عندهم تجهيز جيش أو كذا ذاهبين للعمرة، فلا شك أن قريش
ستقتله. لذلك قال الله عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم. فكانت الأعراب لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة لأنهم كانوا ظنوا فيها الهلكة. فلما جاء بعد ذلك فتح خيبر قالوا: لا، نريد أن نذهب لنقاتل، لأنه كان فيها مغنم، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لأن كان المغنم في خيبر كان كبيرا. لكن الله عز وجل وعد خيبر فقط لمن حضر الحديبية، ذلك قسمت بينهم، في الحقيقة كانوا 1400 ونيف كما يقال، وقسمت بينهم. فالشاهد أنهم منعوا لأنهم تخلفوا في هذا الموقف، ووضع عليهم استفهام، وسموا بوصف النفاق في القرآن، فمنعوا أن يكونوا مع الصحابة. فمن وقع منه مثل هذا التصرف وإن كان قليلا في ظاهره، لكن يعطي انطباع أنه لا يصلح أن يكون في مستوى أن يقود. لذلك أيضا حتى الآن، واسمح لي في هذا الاستطراد البسيط، حتى الآن في مواقع الدول الآن ما يتعلق بالتوراة، فمن انحاز إلى الظالم هذا لا أستطيع أن أعتبره رأسا، وإن تراجع وإن غير نظرته، لأنه كان يوما ما سند للظالم. لذلك الآن حتى بالتجربة، أولئك الذين أحسننا بهم الظن وظننا أنهم تغيروا، ها هم اليوم أيضا يعلنون الحرب على التوراة من جديد، من أجل يعيد تلك المنظومات التي كانوا يتبرؤون منها بالأمس. طيب، فهي تركيبة ذكرت إن المنافقون كانوا بلا شك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كما بينت أستاذ رياض في خلال هذه الحلقة أن المنافقين موجودون حتى قيام الساعة، هذا الذي فهمته من كلامك. إذا ما كان هذا صحيح، إذا ثم ينبغي أن ينبني على هذا الكلام تبيين المنهجية التي وضعها الإسلام للتعامل مع هذه الظاهرة، ظاهرة النفاق والمنافقين. المنهجية في الحقيقة تقوم على عدة أمور، تقوم على منهجية بيان، وتقوم على منهجية علاج. منهجية البيان ما أشرنا، الدندنة حول صفاتهم. ابن القيم رحمه الله يقول أنه يكاد يكون القرآن كله في بيان حال المنافقين، فهذه جانب. أيضا التحذير منهم، لذلك حتى في قول الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم، قالوا كأنه حصر العداوة فيهم. لذلك جعل كأن العداوة ليست إلا في، ولا شك أنه كان اليهود والنصارى وغيرهم يعتبروا، لكن هؤلاء عداوتهم أشد. وربما الشيخ طاهر بن عاشور علل تعليل آخر فقال: لأنهم أقرب إلينا، فقد يقع فينا نوع من التراخي معهم حتى على سبيل كسبهم. فالله عز وجل حذرنا أن نحن لا نتساهل معهم مطلقا. فإذا تبدأ بقضية أنه بيان أحوال المنافقين وصفاتهم، في اللي أشرنا إليها قبل قليل، في كذبهم، في خداعهم، في تلونهم، في أنهم ما جاء عدو إلا كانوا معه ضد المسلمين، أنهم فيهم من ضرب منظومة القيام، فيهم من الأخلاق التي أشرنا إليها من قبل. هذا جانب البيان. الجانب الثاني هو الجانب العلاجي، ومنها مثلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمسألة الغلظة من النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين: من هذه الغلظة قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قالوا أهل التفسير هنا بمعنى أنه قد يهددهم، يهددهم بالقتل. وهذه أيضا حتى الآية نفسها أشارت إلى هذا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ثم قالوا نغرينك بمعنى أنه يسلط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل ومجاهدتهم في هذه الآية. مجاهدتهم، قالوا أنه قد تكون المجاهدة باللسان، بيان حالهم. ولذلك قال بعض العلماء أنه هذا من خواص الجهاد، لأنه فيه فضح لمخططات هؤلاء المنافقين، فلا يقوم به إلا الخواص. هذا جانب. الجانب الآخر أنه المجاهدة أيضا بمعنى الغلظة، المجاهدة باليد. لذلك وردت مثلا قصة في السيرة ذكرها ابن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد مجموعة من المنافقين يتسارون بينهم، تكلموا هكذا، فسلط عليهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان فيهم طلحة بن عبيد الله وكذا، فجر أحدهم من قدميه وسحب من فهذه أيضا غلظة بمعنى أنه المضارب. أيضا قل لهم في أنفسهم قالوا بليغ، زي ما ذكرنا التحذير، مثلا تحريق بيت سويلم اليهودي، لأن اجتمع فيه بعض المنافقين أيضا لتطبيط المسلمين عن
تبوك. فإذا هذا جزء وهو مسألة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغلظة مثلا أو مجاهدة المنافقين بهذا المعنى مطلوبة. من الأشياء التي أيضا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ترك الصلاة عليهم، ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تقم على قبره، هذه كانت منهجية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي عليهم، وهذا قد تكون أيضا منهجية لخواص الناس. يعني أنه بعض مثلا من يشار إليهم وكذا قد لا يصلي على من عرف منه بعض الصفات النفاقية هذه من باب الزجر له وزجر أمثاله، فأيضا هذا معنى قد يكون. أيضا من الأشياء التي ربما أشرنا إليها من قبل منعهم مثلا من خروج للقتال، ربما عدم اتخاذهم بطانة، يعني الآية في أصلها نزلت في الكفار، لكن بعض المفسرين نقل أنه هذه أيضا قد يقصد بها أهل النفاق، ونقل هذا عن مجاهد رحمه الله أنه يعني أنه لا يتخذ الكفار بطانة، قال أنه منهم المنافقين أنهم لا يتخذوا خواص، لأنهم إذا اطلعوا على شيء قد يطلعوا الناس على أسرار الأمة. من الأشياء أيضا الوظائف العامة، هذه قصدي يعني الأمة نفسها ينبغي أن تجاهد المنافقين، تجاهدهم مثلا بالإعراض عنهم بمعنى تجاهلهم وكذا. التجاهل هنا وهذا الذي يعني الهجر اليوم، وهذا يقتضي عودا على بدء أستاذ رياض، يعني يقتضي أنه تعيينهم بالاسم حتى تعرض عنهم، هذا ربما يكون له بقية. يعني أعتذر منك، أدركنا الوقت، أنا أعرف أن الحديث بقية لكن أيضا الوقت أدركنا. أشكرك شكرا على هذه، شكرا جزيلا على هذه المشاركة أستاذ رياض. العفو منكم مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريم الأستاذ رياض الشعيري الصاكي عضو هيئة علماء ليبيا، كل الشكر لكم على حسن المتابعة، إلى لقاء المقبل بإذن الله. السلام عليكم.